اسمي هاني عبد عاشور محمد من بنا قرية كفر الجزار. والله اللي حصل لي كان زي أي طموح أي شاب، يعني الواحد بيفكر في السفر، يعني سعينا وافتكرنا إن إحنا السفر ده حاجة زي ما الناس متخيلة، بس أنت عشان تسافر لازم تبدأ صح، وإحنا أصلا يعني بدأنا غلط، فالنهاية كانت غلط بالنسبة لنا. يعني اللي حصل إن إحنا فكرنا في حاجة اسمها تهريب، نمشي نروح اليونان مثلا، من اليونان على بلد تانية وبلد بلد تالتة ورابعة وخمسة، وتبتدي بقى تشوف المهربين بقى ياخدوا الفلوس وكأن يا غزيت ما غزيت، بنرجع تاني نبعت مصر ونعيط لأهالينا. مركب بلم أنا قدامي، أنا حوالي كنا 57 واحد وقعوا في البحر ما طلعوش، حتى المهرب مش مديهم قميص نجاة، لحد في آخر المصاب خالص العملية فشلت واتسجلنا من كرواتيا، رحلونا على اليونان تاني، واليونان بقى الحمد لله ناس ولاد حلال دلونا على IOM، وفروا لنا كل ما احنا كنا نفسنا فيه. اول ما دخلنا قبل ما يفكروا حتى يطعمونا ولا يلبسونا بيبصوا الحاله الصحيه بتاعتنا، بيعرضونا على اكبر دكاتره، يعني على اكبر كونسول، دكتور النفسي بيتعامل معنا الاول يشوف حالتك الصحيه عامله ايه. لما رجعت مصر IOM يعني رجعني بكل معزز مكرم زي اي راكب في المطار، يعني لدرجه ان مديني مبلغ ان انا بس مصاريف في الطريق. ولما جيت مصر برضو لقيتهم مثلا يعني بيساعدوني بمبلغ كويس جدا، قدرت حاجه زي ما بيقولوا عاده الاندماج لنفسي ولبيتي حاجات كتير قوي، يعني ساعدوني فيها، هم ساعدوني في الاستقرار ان كان الذهني او الجسدي او كده، يعني الحمد لله. انا بنصح اي حد اتبهدل زيي او اقل مني يتوكل على الله ويروح لاي اقرب منظمه IOM، هتساعده وهترجعه من تاني، هتحسسه ان هو انسان اتولد من جديد. بتسافر وبتفشل، ما انت ما بتيجي ترجع ما بتلاقيش نفس الحياه الاسريه، فانت سافرت خسرت ورجعت خسرت، فبالتالي يعني بترجع في الاخر تقول كل ده بالنسبه لي انا كتجربه انا خسرت كل حاجه. انا ما شفتش والدي توفى وانا مسافر، ووالدتي تعبانه بسبب اللي كانت بتسمعه. نظره الناس بتبتدي تبقى فيها انبهار وانبساط وقرب منك، ده بالنسبه عشان عارفين انت جاي من بره. بعد كده لما بيعرفوا ان انت فشلت وي والكلام ده كله بيبتدوا يبعدوا. الحاجه اللي اتعلمتها من تجربه السفر ان انا ما امشيش ها غير لما اكون انا عارف انا ماشي فين. ما هو اللي بيخش بيت من غير ما يكون معاه مفتاح حرام، احنا بنخش دول من احنا معناش اصلا اوراق ولا اي حاجه، يبقى احنا حرامين. وكان المفروض اي شاب صغير او كبير في السن يحكي لاي حاجه يعمله، وبنصحهم ان كانوا في اوروبا وتعبانين يجوا. انا دلوقتي الحمد لله الابتسامه دخلت وشي تاني، فانا بنصح اي حد ما يفكرش في السفر غير لما يكون صح، غير صح لا.